السلام عليكم. راح ناخذ اليوم بروتوكول الاي ار بي، لو الدرس الثامن من كورس الشبكات. بروتوكول الاي ار بي اول شيء نجي نعرفه شنو هو، نجي نشوف اللي هو الاي ار بي، يعني ادرس ريزوليوشن بروتوكول. الترجمة الحرفية له اللي هو عنوان او بروتوكول تحليل العنوان او هيك شيء، يعني الترجمة الحرفية ما اعتقد راح يعني طابق العمل البروتوكول. فنجي ناخذ تعريفه على مود نفهمه هو شنو. بعد ما ناخذ التعريف راح اجي اشرحه بالتفصيل مثل ما تعودنا بهذا الدور. ناخذ التعريف حسب شركة سيسكو او منظمة سيسكو. هو بروتوكول يستخدم لمعرفة العنوان الفيزيائي للجهاز. يعني شنو هو بروتوكول؟ يستخدم لمعرفة شنو العنوان الفيزيائي. العنوان الفيزيائي شنو اللي هنا؟ هو الماك ادرس. فالماك ادرس يعني شنو مهمة؟ اول شيء يعرف العنوان الفيزيائي للجهاز، يعني يعرف شنو الاي ار بي، العفو الاي ار بي يعرف الماك ادرس للجهاز عبر من باستخدام الاي بي. اذا هذا شنو تقدر تستنتجه؟ انه هو ما دام يعرف هذا المعلومه، اذا البروتوكول يستخدم انترنال، يعني بروتوكول داخلي يستخدم داخل الشبكه. الاي ار بي المخصص لجهاز اخر متصل عبر الشبكه، يعمل ضمن الشبكات المحليه مثل ما قلت لك انترنال، يعني داخليه اللوكال اريا نتورك. اسهل ارتب النص. المحلية. وتتلخص وظيفة هذا البروتوكول في معرفة الماك ادرس للجهاز من خلال شنو؟ من خلال الاي بي ادرس الخاص به عندما يريد الاتصال بجهاز اخر. يعني انا هسه مثلا كجهاز نقول هذا الجهاز اي، اريد اتصل بهذا الجهاز بي، اريد اعمل لك كونكشن يابا، انا اريد اتصل بيك، فشنو ايش راح اطلب من عنده؟ راح اخذ من عنده الماك ادريس. عشان شلون كتبته الماك العفو قلت جهاز اي، انا جهاز بي، يا بريد اتصل بيك، ايش راح انت تعطيني؟ اخذ الماك ادريس. الماك ادريس عبر من؟ عبر الاي بي. نعم انتبه لي، عبر شنو؟ عبر الاي بي، خاص بي عندما اريد اتصال عبر الاي بي. لنوضح مثال بسيط، ليكن عندنا شنو؟ عندنا اربع اجهزة. خلينا نفترض عندنا اربع اجهزة، جهاز اي، جهاز بي، جهاز سي، جهاز دي. حلو. الجهاز اي هذا يريد يتصل بهذا الجهاز بي، بالتالي يجب على الجهاز اي شنو؟ معرفة العنوان الفيزيائي الماك ادريس المن لكي تتم العملية. يعني شنو عملية الكونكشن؟ يعني عملية التواصل بين من؟ بين جهاز اي وجهاز بي. هذا يتم زين. هذا صارت انا من اريد اعرف الاي الماك ادريس مال هذا الجهاز على مود اسجله عندي واتواصل وياه. اذا تذكرون بالبروتوكولات انا من شرحت الدرس، اعتقد الدرس الثاني مدري الثالث بهذه الدوره مال كورس الشبكات، من شرحت لكم البروتوكولات قلت انه شيء مثلا تاخذه من هذا الجهاز لهذا الجهاز لازم يصير عملي، اكو بروتوكول بيناتكم مثل كومبايلر مترجم بين من؟ بين الجهاز الاول والجهاز الثاني. بعد ما تتم عملية الاتصال او البروتوكولات تتوافق شنو؟ راح تصير عملية التواصل. مثل ما قلت انه هذا الشخص خلينا نقول هنا اسباني، وهذا الشخص هنا خلينا نقول روسي. الاسبان والروس اللغة مالتهم تختلف، فشنو اللي يحتاجونه؟ يحتاجون هنا الكومبايلر المترجم، يحتاجون مترجم
حتى واحد يفهم على الثاني. فهذا هنا هو البروتوكول. هنا احنا شو مستخدمين على مود تتم عملية الاتصال بين الجهاز الاول والجهاز الثاني؟ شنو نحتاجه؟ نحتاجه بروتوكول اسمه الـ IR. شوف الـ R شلون طلعت، الـ IRP، على مود شنو؟ على مود تتم عملية الاتصال. فهذا بشكل مبسط هو بروتوكول الـ IRP. نعيده مرة ثانية، هو بروتوكول، يعني هو بروتوكول يستخدم لمعرفة العنوان الفيزيائي للجهاز. مثلا قلت لك هذا جهاز يريد يتصل، دخل بالشبكة، فش راح نعطيه؟ خلينا نوضح أكثر. هذا راح يصير جدول بالراوتر. جدول بالراوتر شبيه شكو جهاز يتصل بالشبكة، عنده مثلا اعطيته الباسورد دخل على الشبكة، ودخل عن طريق اللان، يعني كيبل اللان دخل. هنا شنو راح يسجل؟ شنو راح يسجل؟ الاي بي مال الجهاز، الاي بي، وراح يسجل هنا الماك، راح يسجل الماك ادرس مال الجهاز. هذا الجهاز الاول، نقول هذا اي، هذا الجهاز بي، هنا همنا الاي بي، وهنا هنا الماك، هنا الاي بي، وهنا الماك. هذا من جهاز سي. فذولا من يريدون يتواصلون بيناتهم شو راح يستخدمون؟ يستخدمون هذا البروتوكول. يابا انا جهاز اي اريد اتصل بجهاز بي، اوكي اعطيني الماك ادريس، سجله عنده بالجدول، ضافه تواصل وياه. هنا أنا اريدك تنتبه لي الشغله، هذا البروتوكول بي عيب واحد اللي هو ماكو موثوقيه. يعني اي شخص يجي يقول له يابا انا هذا الجهاز، انا هذا الاي بي مالتي، وهذا الماك ادريس مالتي، حلو اخذه سجله عندك مباشره بدون تحقق. زين انا ليش ذكرت هالمعلومه؟ على مود اكو شيء اسمه الاي ار بي سبوفنج. سبوفنج هذا شنو؟ انتحال لهذا البروتوكول. انتحال شنو يعني؟ راح تقول انتحال يا علي. اذا هساني مثلا قلت له يابا اني انتحلت صفة الراوتر اللي 192.168.0.1، وهذا درس راح يعني نشرحه بسلسلة خاصة اللي هي الارب سبوفنج والدي ان اس سبوفنج، او ذن يعني هجمات المان ان ذا ميدل اتاك، ذن راح اشرحهن، يعني بسوي لهن قسم واحد. فاني راح انتحل صفة الراوتر. شجيت اجيت قلت له يابا يا جهاز بي اني الراوتر، فش راح يصير برايك؟ اي باكت تطلع من هذا الجهاز، من هذا الجهاز بي، تريد تروح للراوتر هي بالعاده والدور تطلع للانترنت، بمن راح تمر؟ راح تمر بي. وانا بدور ايش راح اسوي؟ راح اسوي له فورورد المن للراوتر الرئيسي. شفت خطوره هذا البروتوكول؟ يعني شنو هو بالعاده جهاز بي شو يسوي؟ جهاز بي يتصل بمن؟ بالراوتر. راح يتصل بالراوتر والراوتر ياخذ الطلب يطلع على الانترنت. انا ايش راح اسوي؟ راح انتحل صفه الراوتر وحول جميع الطلبات المن الي، ومن عدي راح المن امررها للراوتر. راح شنو راح يصير؟ عمليه با راح تمر المعلومات من الجهاز الضحيه الجهازي، راح اقراها انا بلين تكست يعني بدون اي تشفير، وانا امررها للراوتر. الراوتر راح يطلعها المن للانترنت، من الانترنت راح ترجع المن للراوتر، من الراوتر الي، ومن من الي المن ارجعها لجهاز الضحيه اللي هو جهاز بي. هذا اتمنى يعني ان يكون درس فاتكم، بس راح نشرحها. هو هذا حاليا نظري، يعني ما اقدر اطبق عملي وين اطبق عملي من نشرح درس الارب سبوفنج او الارب بويزنينج. حلو، يعني
اي ار بي. هذا هنا الدور راح نجي نطبق المان ان ذا مان ان ذا ميدل اتاك، راح ننفذ هذه الهجمه، هجمة المان ان ذا ميدل اتاك، ننفذها بهذا البروتوكول وننفذها بدرس ثاني على من على الدي ان اس اللي شرحته الدرس الفات. بس هذا الدرس ما بي عملي، العملي راح يكون، راح انوه للمره الثانيه او الثالثه، راح انوه انه يكون العملي بدرس الاي ار بي سبوفينج. اتمنى يكون الدرس يعني افادكم ولو بمعلومه بسيطه. بس قلت لك تكمل كل هذه المعلومات عندك، من راح اطبق لك اياها عملي وراويك شلون راح انتقل صفه الراوتر وحول جميع الطلبات من جهاز الضحيه اللي هو بالعاده تروح للراوتر. لا، انا راح انتقل صفه الراوتر، راح تجيني الي المعلومات وادزها للراوتر، الراوتر راح يدزها للانترنت، والانترنت الدور بدور راح ارجعها لمن للراوتر، والراوتر راح ارجعها الي وانا امررها لمن لجهاز الضحيه. بهذه الحاله انا شنو شو اكتسبت؟ اكتسبت المعلومات اللي هي تجيني بلين تكست بدون تشفير. حلو حلو. الان راح ننهي الدرس لحد هذه، راح ننهي الدرس، اشوفكم درس ثاني.